السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء. اليوم سنتطرق إلى مراجعة سريعة لحسابات القدرة داخل المنظومة الهيدروليكية. طبعا بشكل عام نريد نفهم أول شيء شنو القدرة، يعني إذا أحد عنده فت فكرة أنه شلون يوصف لنا القدرة، فيعني خليه يتفضل حتى نعقب على كلامه. شنو معنات قدرة؟ يعني من أقول كلمة قدرة شو أقصد فيها أنا؟ يعني زين، القدرة هي خلينا نجي أول شيء نشوف شنو مين جاية. القدرة يقول لك هي الشغل المنجز خلال وحدة الزمن. يعني شنو؟ يعني إحنا عندنا مثلا جسم معين، هذا الجسم معين هسه بغض النظر عن الجسم صلب، من أني أسلط عليه قوة مقدارها F، هذه القوة أزاحت لي الجسم، أزاحت لي الجسم إزاحة مقدارها خلينا نسميها D. زين، إذا هذا الجسم يتحرك من النقطة، من هاي النقطة اللي هي رقم واحد خلينا نسميها إلى النقطة رقم اثنين، يتحرك مسافة مقدارها دي، هاي المسافة اللي تحركها. فهسه من أجي من ليش أنا قسته أقيسه، لو تلاحظون قسته من هذا النقطة هاي النقطة المقابلة لها، يعني مو أقيس منها إلى هنا، لا هاي ما تسمى مسافة، هاي النقطة مقابل هاي النقطة، هاي النقطة مقابل هاي النقطة وهكذا. فأنت كيف كمية تريد تقيس من النقطة الأولى تنتهي عند النقطة الأولى، من النقطة الثانية تنتهي عند النقطة الثانية بالنتيجة. زين، هنا أثرت عليه قوة، طبعا مو كل قوة هي تحرك الجسم إزاحة، يعني أنا مثلا واقف بصف جدار حائط ودا سلط عليه قوة، مو لو أذبح الروح هذا الحائط ما يتحرك، مو صحيح. ليش؟ لأنه يعني هاي القوة مو كافية حتى تحرك للحائط. فهسه انا لو احسب الشغل اللي انجزته على الحائط، يعني انا قاعد ساعه كامله دا ادفع بالحائط واقول والله انا اليوم اشتغلت انجزت شغل، انت كل شيء ما منجز، صح انت صرفت قوه لكن ما تحرك هذا الحائط. بعلم الفيزياء القوه اللي يطلق عليها انه انجزت شغل لازم شنو؟ يتحرك الجسم لمسافه او لازاحه، بمعنى اصح ازاحه معينه. ماكو ازاحه يعني ماكو شغل. زين، قول هسه هاي الاف القوه حركت الجسم ازاحه معينه مقدارها دي، هذا يسموه شغل. يعني حاصل ضرب الاف القوه في الازاحه هذا يسموه، يطلق عليه بالرمز دبليو اللي هو الشغل. زين، هسه يجيني واحد يسالني يقول لي زين اني خلينا نقول فرضا اني سلطت 10 نيوتن، خلينا ناخذها بالارقام حتى تنفهم السالفه، 10 نيوتن. زين، ادفع الجسم وشخص ثاني ايضا سلط 10 نيوتن، او اني نفس الشخص نفس ال 10 نيوتن على غير جسم، هذا الجسم رقم واحد خلينا نسميه، هذا الجسم رقم واحد. زين، وهذا خلينا ناخذه بغير لون، جسم رقم اثنين. زين، سلطت عليهم قوه مقدارها 10 نيوتن، هذا الجسم يتحرك مثلا خلينا نقول 1 متر. الجسم الثاني يتحرك لي نص متر. زين، هسه ياهو الشغل مالته اكبر، ابو الواحد متر لو ابو النص متر؟ اجي احسب الشغل شو يساوي؟ يساوي الاف في الدي، الاف هي 10، هاي 10 نيوتن، اضربها في الدي اللي هي الازاحه 1 متر، هذا 10، اول واحد مقداره 10. الثاني الشغل الثاني اللي هو هذا الازرق ايش راح يساوي لي؟ ايضا 10 مضروبه في نص ويساوي 5. خمسة شنو؟ نيوتن متر، نيوتن متر يعني جول. زين، إذا نستنتج من هذا الشيء أنه القوة نفس القوة هي 10، بس اللي حركت الجسم مسافة أطول معناه أو إزاحة أطول أنجزت عليه شغل أكبر. زين، هسه نجي بعد ما فهمنا تأثير الإزاحة على الشغل والقوة وغيرها، خلينا نجي نشوف الزمن يلعب دور لو ما يلعب دور. هسه هنا إحنا بعدنا ما طالعين مفهوم الشغل، بعدنا في مفهوم الشغل، راح نجي ندخل في مفهوم أوسع من الشغل، هو مفهوم القدرة. القدرة شو يقول عليها؟ يقول لك يا بذني جسمين، زين إذني جسمين، واحد سلطت عليه 10 نيوتن حركته 1 متر، والثاني سلطت عليه 10 نيوتن حركته 1 متر. زين، وشنو اللعبة بهالموضوع؟ يعني اثنيناتهم نفس الشيء، اثنيناتهم نفس الشغل، مو صحيح؟ زين، بس شنو يجي واحد يسأل يقول لك هاي الواحد متر انت حركتها خلال كد وقت، ايش قد زمن استغرقت؟ هنا راح يدخل مفهوم الزمن، وهو مفهوم مهم جدا.
يعني ايش راح يصير؟ راح يقول لي مثلا انت هاي ال10 نيوتن حركت لك الجسم متر واحد، لكن خلال ايش قد؟ خلال دقيقة، خلال ساعة، خلال يوم، مو؟ خلينا نفترض هاي حركة الجسم خلال 1 ثانية، 1 ثانية. اما الجسم الثاني فتحرك خلال 5 ثواني، خلال 5 ثواني. برأيكم يا هالقدرة اعلى عنده الجسم رقم 1 ام الجسم رقم 2؟ يعني الجسم الاحمر لو الازرق الاول خلال 1 ثانية والثاني خلال 5 ثواني قدرته اعلى؟ جدا ممتاز، جدا ممتاز. اذا شو يقولون؟ يقولون القدرة بشكل عام، القدرة شو تساوي؟ تساوي للشغل على الزمن. زين، الشغل منين جاي؟ جاي من قوة في إزاحة. وينها؟ هايات جوا، هاي قوة في إزاحة. أقسمها على زمن. زين، طبعا من باب الطريفة يعني هسه هذا حتى نشرحها حتى تظل بدماغكم، اكو موظفين اثنين قاعدين ورا مكتب. زين؟ يجي واحد يقول للموظف الثاني، يقول له أنا أنجزت اليوم 50 معاملة، يقول له أنجزت 50 معاملة. الثاني يقول له أنا هم أنجزت 50 معاملة. اثنينات بخوب نفس الشيء، اثنينات بخمسين معاملة. بس الأول يقول له أنا 50 معاملة أنجزتها مثلا خلينا نقول بساعة واحدة. الثاني يقول له لا أنا 50 معاملة خلصتها ب5 ساعات. فياهو القدرة مالته على العمل أكبر، اللي خلصها بساعة واحدة ولا خلصها ب5 ساعات؟ اذا فهمت شنو مفهوم الزمن هنا من يدخل؟ اثنيناتهم نفس المقدار من الشغل انجزوا، من الشغل انجزوا، هذا انجز 50 وهذا انجز، لكن شنو الفائده؟ هذا انجزها بساعه واحده، ذاك 5 ساعات يلا عود انجز ال50. فهنا الزمن راح يلعب دور عندي، الشغل واحده ما يوصف لي الحاله كامله. الشغل واحده ما يوصف لي الحاله كامله، الا ادخل وياه شنو؟ الزمن، وبذلك راح احصل على القدره. زين، اذا قانون القدره العام هو الشغل مقسوم على الزمن، يعني المعدل الزمني لإنجاز شغل أو الشغل المنجز خلال وحدة الزمن، خلال ثانية، خلال ساعة، خلال دقيقة، خلال يوم، كل هاي وحدات زمن. زين، نجي أيضا ندخل نجي بعد ما فصلنا الشغل، هذا الشغل من فصلناه صار عندنا قوة في إزاحة. زين، يجي واحد يقول لي زين أني هسه من خلال هذا القانون هنا راح اكو فد نقطة، انه الازاحة على الزمن هي مو سرعة، السرعة هي الازاحة على الزمن. اقول لا اي صحيح. فهنا ايش راح يقول لي؟ راح يقول لي اذا القدرة ايش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي القوة مضروبة في السرعة. صار واضح؟ صار واضح هسه شنو انا اقصد؟ اذا القدرة تساوي الشغل على الزمن، هذا واحد، تساوي القوة في الازاحة على الزمن، هذا اثنين، تساوي القوة في السرعة. زين، ولهذا تشوف بالساحبات الزراعية من يقول لك ساحبة قدرتها مثلا خلينا نقول 70 حصان، هاي 70 حصان القدرة ثابتة، فأنت إما تحصل قوة على حساب السرعة، وأما تحصل سرعة على حساب شنو؟ يعني ما تقدر تحصل قوة وسرعة بنفس الوقت لأنه محكوم أنت بالقدرة. فالقدرة عندما تكون ثابتة تتناسب القوة تناسبا عكسيا مع من؟ مع السرعة. زين، ما ادري اللي هنا واضحة المسألة؟ هذا بشكل كلش ممتاز، هذا بشكل عام، هذا بشكل عام. هسه نجي نطبق هذا الشيء على الموائع او على الهيدروليك، خلينا نقول على المنظومات الهيدروليكية. زين، هنا هذا القانون راح ابقيه. نجي اول شيء بالمنظومة الهيدروليكية شنو عندنا؟ عندنا فشيء اسمه القدرة الداخلة، اللي هي شنو؟ مصدر القدرة، مصدر الطاقة اللي راح يعطيني الطاقة، يزود لي المنظومة الهيدروليكية بالطاقة، اللي هي عادة شنو قلنا؟ اما محرك احتراق داخلي، واما محرك يعني كهربائي او غيرها. اهم شيء محرك يعطيني طاقة. حتى شيء يدور لي المضخة، وبعدين المضخة تولد تعطي سرعة للسائل تدفعه وتشتغل المنظومة الهيدروليكية. إذن أول شيء لازم أحسب القدرة الداخلة، يعني القدرة اللي جاية من المحرك الاحتراق أو من محرك
محرك الكهربائي، شلون احسب هالقدره؟ القدره هنا راح تنحسب حسب هذا القانون اللي قدامكم، يقول البي اي يعني القدره الداخله الانبوت باور تساوي 2 باي ان تي على 60، بحيث القدره الداخله هي بي اي بالواط، وسرعة عمود طبعا احنا ما قلنا القدرة تعرفوها، هي تنقاس اما بالواط واما بالكيلو واط وهاي الوحدات او ما بالحصان وهكذا. زين، سرعة عمود الادارة اللي هي الان، يعني شنو سرعة؟ يعني الار بي ام مالتش كم دورة بالدقيقة، كم دورة بالثانية بالساعة. زين، وعندنا التي هو العزم التورك نيوتن في متر. زين، هسه سؤال لكم، انتم اخذتوا التحليل البعدي، يمكن اخذتوا لو صف ثالث اعطيتكم اياه، لو يمكن هسه ما اتذكر التحليل البعدي. هسه من تيجي هاي المعادله، احنا مو قلنا هاي معادله القدره؟ زين، معادله القدره هاي اللي هنا حكيناها، شو تطينا؟ تطينا نيوتن على سبيل المثال يعني في متر على ثانيه. زين، هاي المعادله تطيني نيوتن في متر على ثانيه؟ لو ما تطيني، اذا ما تطيني معناتها غلط هاي المعادله. خلينا نجي نشوف هسه هنا شنو عندي؟ هنا عندي نيوتن، يعني هاي القدرة في متر على ثانية، شنو اسم الدلع مالتها هاي الوحدة؟ أحسنت، مو الوحدات، الأبعاد رجحها لأصلها. إي زين، هسه هاي شنو اسم الدلع مالتها؟ نيوتن في متر على... لا، الباسكال نيوتن على المتر مربع. ها، ونيوتن في متر جول. هاي النيوتن في متر على الثانية، هاي شوفها هسه، نيوتن في متر قلنا جول، ونيوتن على متر كلش ممتاز، هذا واط. كيلو نيوتن في متر على الثانية يصير كيلو واط وهكذا. زين، هسه نجي خلينا نشوف نحلل هذا، نحللها بعديا ونشوفها راح تطلع يعني تعطيني قوة في إزاحة على زمن لو ما تعطيني. خلينا نجي نشوف ال2، هاي ال2 هذا خوب ثابت، 2 باي ذني ثوابت، ال60 ثابت. إذا نجي على الان، الان شنو الوحدات مالته؟ ريفولوشن بير متر، الريفولوشن قلنا مو وحدة بس مجرد تنكتب، بس هي مو وحدة، فنكتبها واحد، أي واحد على منت يعني واحد على زمن، مو صحيح؟ زين، مضروب في التورك، التورك مين جاي؟ في ذراعها. بالضبط، نيوتن في متر يعني إذا رجح يعني قوة في إزاحة. ها، طلعت نفسها لو ما طلعت؟ طلعت نفسها. إذن المعادلة صحيحة. زين، تبقى شنو؟ تبقى هسه واحد قد يسأل يقول لي هاي الستين أني لازم يعني أستخدمها، هاي الستين بالمقام. طبعا الستين بالمقام هاي لازم أستخدمها، هسه ليش أستخدمها؟ يعني أقدر أستخدمها وأقدر ما أستخدمها. هنا إذا الآن نطاك إياها RPM Revolution Per Minute، إحنا شو نريد؟ الواط، هذا الواط هسه أنتم قلتوا عليه، هل هو نيوتن في متر؟ كلش ممتاز، ليش؟ لأنه الواط هو مو، ما عندنا فد وحدة اسمها نيوتن في متر على دقيقة، يعني هو هذا صح مو خطأ، بس ما يطلع واط. أها، فنحوله للسكند حتى يطلع بالواط، فشلون أحوله للسكند؟ على 60 يتحول للسكند، ها هي. تريد تبقيها نيوتن في متر على الدقيقة هم مو مشكلة، بس مرات هو يحددك يقول لك أريدها بالواط أو بالكيلو واط أو بالحصان. فانت لازم تستخدم على 60، يعني هاي حتى تعرف انه شلون صار ال 60. زين، نجي على النقطه الثانيه، هاي طبعا القدره الداخله، يعني انت كمهندس طلبوا منك تحسب القدره الداخله، شلون تحسبها؟ عدد دورات المحرك اللي تحتاجها، طبعا عدد دورات المحرك، وتحتاج العزم اللي يولد هذا المحرك، عزم عمود اداره المحرك. متى ما عرفت اذني يعني المعطيات الاثنين، فانت راح تقدر تحسب القدره الداخله. زين، نجي ننتقل هسه القدره الداخله، قول افتر المحرك، قول فر لي المضخه. زين، المضخه من تفتر مو تدفع الزيت؟ زين، هذا الزيت راح يصير به قدره لو ما راح يصير به قدره؟
يعني راح هو احنا ليش نستخدم الزيت في المنظومه الهيدروليكيه؟ حتى ينقل لي طاقه. طبعا ما ادري، انا ما قلت لكم يمكن الطاقه هي ترى نفسها الشغل، يعني او الطاقه او الطاقه المنقوله خلال وحده الزمن، مو صحيح؟ زين، فالمضخه من تشتغل تكسب السائل شنو؟ جريانا، يعني طاقه حركيه. زين، وايضا اذا هاي الطاقه الحركيه بتحرك السائل، اذا صادفت صمام، صادفت مكبس، صادفت فد عائق معين، زين هاي الطاقه الحركيه وين تروح؟ اها زين، هنا هو المضخه اشتغلت، دفعت للسائل بطاقه حركيه اكسبته. زين، طاقه حركيه دي يصير الماء بامان الله بسرعه معينه على غفله لقى عائق. زين، هاي الطاقه الحركيه اللي كانت وين يمه موجوده كان دي يتحرك، وين راحت؟ احنا مو عندنا قانون يقول احسنت، الطاقه لا تفنى ولا تستحدث. زين، الطاقه لا تفنى، زين وين راحت الطاقه الحركيه؟ على غفله وشرب وقف المائع. زين، منو قسم راح يتحول الى طاقه حراريه، والقسم الثاني والاهم وش راح يصير؟ طاقه ضغط. تتذكرون معادله برنولي، طاقه ضغط. فاذا انا اذا اريد احسب طاقه قدره المائع، راح يصير حاصل ضرب التصريف في الضغط الكيو في البي. هنا واحد قد شوي يقول لي زين هاي شلها علاقه، التصريف شلها علاقه، الضغط شلها علاقه؟ اقول له هسه احنا ما مسوين شيء، احنا هسه خلينا نجي نحلل التصريف ونحلل الضغط تحليل بعدي ونشوف شنو اللي راح ينتج لنا. اذا نتج لنا المفردات هاي المفردات ما الشغل ما الطاقه العفو اسف ما القدره، فمعناته هذا المعادله صحيحه. اما اذا ما صارت هاي التحليل البعدي ما ادى لي الى هذا الشيء، فمعناته شنو؟ هذه معادله خاطئه. خلينا نجي نحللها ونشوف. الكيو شنو الوحدات، مو الوحدات اسف، الابعاد مالته مين جاي؟ الكيو التصريف هو حجم ها، يعني نقدر نقول ال يعني طول تكعيب، هذا حجم مو هي الـ الابعاد الاساسيه ال و ام و تي. ال هي طول، بعد الطول، والام هو بعد الكتله، والتي بعد الزمن. ذي الابعاد الاساسيه، البقيه كلها مشتقه. طبعا اكو ابعاد بعد اربع ابعاد اخرى، التيار الكهربائي، شده الاضاءه، بس احنا ما نحتاجها هسه حاليا. زين، فهسه ال تكعيب هذا تصريف، على تي هذا صار تصريف، يعني مكعب الطول على الزمن صار تصريف. مضروبه في الضغط يساوي القوه مو القوه على المساحه، يعني اف على ال تربيع. زين، الاف هو مو وحده اساسيه، فايضا اجي احللها منين جايه؟ جايه من كتله في التعجيل، اذا جايه من ام، او خليها احنا نحتاجها الاف، خليها مو مشكله، خليها اف كما هي. زين، حتى ليش نفسخها نرجع نركبها؟ زين، هسه هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير هاي ال تربيع راح تروح ويا هذا التكعيب، يبقى اف في ال على تي، ها هي اف في ال على تي شنو؟ قدره، مو صحيح؟ اذا هاي المعادله صحيحه. فانت من تجي تضرب التصريف في الضغط، زين، راح تطلع عندك راح يطلع عندك وحد راح يطلع عندك قدرة، راح يطلع عندك قدرة. وهنا حتى تفصلها أكثر، القدرة هي حجم، هسه بالعربي حجم على زمن مضروب في قوة على مساحة، فالمساحة ويا الحجم راح يطلع طول، صار الطول في قوة على زمن وهو المطلوب. إذا دائما من تريد تحسب قدرة المائع تحتاج إلى عاملين أساسية، وهي التصريف هذا اللي دي يجري بهذا المائع، يعني تصريف المائع داخل المنظومة، والضغط اللي ضغط المائع داخل المنظومة. فأنت إذا عندك جهاز يقيس التصريف وعندك جهاز يقيس الضغط، خلاص راح تقدر تعرف قدرة المائع ايش قد. سؤال لكم، زين هسه واحد يسألني يقول لي زين أنا من حسبت القدرة الداخلة
غير هي المفروض مساوية ويا قدرة المائع. أقول له هذا الحكي صحيح فقط في حال كون أنه ما عندك فواقد بالقدرة، وهذا الشيء حالة مثالية ليس لها وجود. دائما تكون عندنا فواقد بالقدرة لا أقل لا أقل عن طريق حرارة. حرارة احتكاك، هو الاحتكاك طبعا يولد حرارة، زين؟ فلازم يكون عندك فواقد، وقوف الفواقد، الحرارة، التصريف نفسه قد يكون عندك نضح، يعني هذا الكيو المحرك دا يدور صحيح دا يعطيني قدرة معينة. هاي القدرة المفروض تحرك لي المضخة بسرعة معينة حتى تعطيني تصريف معين، زين؟ هذا المحرك مربوط ويا المضخة شلون؟ اما عن طريق بكرات وسيور، واما عن طريق مثلا تروس او غيرها. فوسائل نقل الحركة ايضا يكون بها اكو فقد، ولهذا انا ما يكفي انه احسب القدرة الداخلة واكتفي بها، لا، لازم اشوف قدرة اللي حصلته من هاي القدرة. انا مثلا دخلت للمنظومة خلينا نقول مثلا خلينا نقول 50 حصان، هاي الخمسين حصان داخل المنظومة ايش قد صفالي من عندها بعد ما طرحت الفواقد؟ هي هاي قدرة المائع، هاي قدرة المائع اللي هو شنو؟ اللي بعد ما دخل تحركة المضخة، يعني القدرة اللي وراء المضخة، زين. هاي القدرة يفترض بها راح تنتقل إلى مكبس أو إلى صمام تحرك لي، يعني صمام أقصد به مثلا صمام عدم رجوع، أو صمام مثلا خلينا نقول هذا التعاقبي أو غيرها. الصمامات ترى هم تحتاج قدرة حتى تنفتح، خاصة الصمامات اللي هي بالأصل مغلقة وتنفتح عند وصول الضغط إلى مدى معين، إذني تحتاج قدرة ما تنفتح بسرعة، يعني تحتاج في الضغط معين. يعني شنو ضغط معين؟ يعني قدرة. شوف ضغط يعني قدرة، ليش؟ إنه الضغط أيضا عامل من عوامل القدرة. فإذا شنو هنا راح هذا الطاقة قدرة المائع العفو راح إما تفتح لي صمام، وإما راح تحرك لي بستم اللي هو مكبس يعني، وإما راح تدور لي محرك هيدروليكي. إذا راح تكسب يعني طاقة أو قدرة إلى صمام أو إلى محرك أو إلى سلندر. إذا إيش نحتاج أحسب؟ يحتاج أحسب أيضا قدرة السلندر أو قدرة المحرك أو قدرة الصمام، لأنه أيضا هاي قدرة المائع من راح توصل إلى المكبس أو إلى المحرك الهيدروليكي أيضا راح يكون بها فواقد. فراح هسه راح شنو؟ راح نجي نشوف شلون راح نحسب القدرات على الأسطوانة وعلى المحرك الهيدروليكي. طبعا الأسطوانة تعطيني حركة خطية، فمعناتها شنو؟ معناتها الضغط اللي راح يتولد لي هنا، راح الضغط في المساحة صارت قوة، زين. القوة راح تدفع المكبس بهالاتجاه على سبيل المثال، أو بالاتجاه المعاكس ماكو مشكلة، راح تدفع المكبس غير راح تحركه بسرعة معينة، غير راح تحرك المسار إزاحة معينة خلال وحدة الزمن، نعم. إذا شلون أحسبها؟ شوف هذا القانون اللي هو القوة في السرعة. مين جاي قوة في السرعة؟ لأنه يعني قلنا إحنا القوة تأثر على جسم، حركته إزاحة صار شغل، قسمته على زمن صار شنو؟ صار قدرة. فالإزاحة على الزمن هي سرعة، في سرعة، فإذا قوة في السرعة. هذا كل ما ممكن أن نحسبه عن قدرة المكبس، جدا بسيطة، بس تشوفون الوحدات كون يعني تكون متناسقة، زين. نجي على القدرة الخارجية اللي هي قدرة، طبعا قدرة خارجية أما قلنا اسطوانة، وأما قدرة محرك هيدروليكي يدور. هنا المحرك الهيدروليكي إذا الجزء الدوار نحسبه مثل ما حسبنا القدرة الداخلة، قدرة عمود إدارة المضخة، لكن هنا شنو راح يصير عندي؟ شوف نفس القانون، لكن هنا رمز له برمز O، يعني Output، القدرة الخارجية، سرعة الدوران الخارج اللي هي مال المحرك أقصد بيها، عزم المحرك اللي راح يولد لي المحرك. فمتى ما عرفت العزم وسرعة المحرك راح تقدر تحسب القدرة اللي واصلة للمحرك عن طريق هذا القانون، وأيضا يعني نفس القانون الأولاني. طبعا هنا أكو فد سؤال احنا هم حكيناه بس نعيده على السريع، يقول ما سبب انخفاض ضغط أو قدرة المائع؟ طبعا هواية أكو شغلات قلنا، أما خلل في نواقل القدرة، انزلاق الأحزمة، المحرك المضخة أو غيرها، استخدام مضخة غير مناسبة، يعني مضخة ما تنطيني قدرة عالية،
زين تصريفها قليل، لأنه قلنا قدرة الماء تعتمد على التصريف، فالمضخة إذا كان تصريفها قليل واحدة من اثنين، لو سرعتها بطيئة، لو إزاحة المضخة displacement of pump يعني حجمها صغير، فأيضا إذا المضخة غير مناسبة بالتأكيد راح يصير عندي انخفاض بالضغط وانخفاض بالقدرة. نعم مو الريشية، لا الطاردة المركزية ذي شقلنا عليها بوقتها. نعم مو قصة لزوجة، يعني خلينا ناخذها بغير مجال، مو قصة لزوجة، قصة انه مضخة ازاحة موجبة لازم بالمنظومات الهيدروليكية، يجب ان تكون المضخة ذات ازاحة موجبة، اما اذا كانت ذات ازاحة غير موجبة ف ما تستخدم بالمنظومات الهيدروليكية، ما راح تؤدي لي الغرض المطلوب. اي يعني هسه هاي الماطورات مال البيت مال المي، مو عندنا ماطورات مال المي تصعد مي للتانكي، اذني كلها اذني لا اذني مضخة طاردة مركزية، فانت تشوف مثلا من ينترس التانكي وتنسد الطوافة انت ما عندك فد حنفية مفتوحة، المضخة ما راح تستمر بالعمل، لكن شنو صوتها شوي يرتفع كأنما شلون يعني بس صار عليها لود، بس هو مدى تدفع سائل، مدى تدفع كمية ثابتة من السائل، زاد الضغط قل التصريف، والعكس صحيح، بينما الإزاحة الموجبة لا، حتى لو عندك ضغط المضخة تستمر بالعمل، وإذا ما لقيت منفذ يعني تنفجر يصير بها ضرر يعني، تلاحظ شلون؟ نعم. فأيضا النقطة الثالثة هي وجود تسريب للزيت من اجزاء المنظومه الهيدروليكيه، من تسمع تسريب يعني شنو؟ يعني الكيو عندك صار قليل، ومن الكيو عندك يصير قليل القدره مال الماء شو يصير بيها؟ ها هاي اكو عندنا بي كابيتال قدره وبي سمول اللي هي ضغط، هذا الكيو من صار تسريب يعني قل معناته القدره قلت، كلش ممتاز. زين وجود خلل في الصمامات مثل ضعف او كسر ناب الصمام تخفيف الضغط، صمام تخفيف الضغط إذا كان تعيار مالته غير صحيح أيضا راح يسبب لي انخفاض بالقدرة، لأنه أنت مثلا تحتاج إلى خلينا نقول داخل المنظومة فالضغط 50 مثلا 30 بار، إذا أنت صمام تخفيف الضغط معايره على 20 فمستحيل داخل المنظومة راح يوصل الضغط 30 بار، راح يبقى على 20 وبالتالي الضغط راح يقل عندك، وبالتالي ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك انخفاض وين؟ بالقدرة. إذا وجود خلل في الصمامات هذا أيضا يؤدي لي إلى انخفاض بالقدرة، طبعا هو شنو اللي يجبر صمام تخفيف الضغط أو تحديد الضغط، هو هنا تحديد الضغط المفروض، تحديد الضغط شنو اللي يجبره أنه يفتح على مود ينغلق؟ نابض، فإذا هذا النابض بيه رخاوة راح يفتح الصمام قبل الضغط المعير عليه، يعني مثلا تريد على 30 يفتح 30 بار هو راح يفتح عند ال 20، وبالتالي راح يصير الضغط داخل المنظومة منخفض، فهذا إشارة إلى وجود خلل في صمام تحديد الضغط، طبعا مو شرط يعني، لكن أحد أسبابه. زين النقطة الخامسة يقول وجود انحناءات كثيرة في أنابيب السحب، الانحناءات أخذتوها هاي مو قطتكم إياها أنا مال فواقد الاحتكاك، الانحناءات والعكوسة وغيرها هذني كلها راح تسبب لي انخفاض بالضغط دلتا بي اللي هو شنو فرق الضغط او انخفاض الضغط، هذا انخفاض الضغط راح يأثر لي بالتالي على القدرة. زين استخدام زي ذي لزوجة منخفضة، من تستخدم لزوجة منخفضة يصير عندي تسريب، لانه زيت لزوجة منخفضة راح يصير خفيف وبالتالي ممكن ان يتسرب من اي فراغ موجود داخل المنظومة، او بالعكس استخدام زيت ذي لزوجة عالية وبالتالي اللزوجة هي شنو مقاومة السائل للحركة او للجريان، فبالتالي من لزوجة عالية يعني الكيو مالته شنو حيصير قليل وبالتالي راح يصير تنخفض القدرة، فذني الاسباب لو ترجع لها كلها هي سبع اسباب واحتمال اكو بعد، ذني السبعة كلها مرجعها وين؟ لهاي المعادلة اللي تشوفوها ال PF تساوي Q في البي. زين نجي صافيته. زين هنا راح يبرز عندنا مفهوم اسمه الكفاءة،
الكفاءة شنو عندنا؟ كفاءة حجمية وكفاءة ميكانيكية. الكفاءة الحجمية هو أني عندي مضخة دا تشتغل دا تعطيني تصريف للزيت، يفترض أن يوصل هذا التصريف نفسه يصل إلى آخر نقطة من المنظومة الهيدروليكية. زين، طبعا بمراعاة معادلة الاستمرارية، معادلة الاستمرارية شو تقول؟ تقول لي Q1 يساوي لي Q2. هسه بقى لي Q2 متفرع ما متفرع ما ادري، يعني يجوز اكو Q2A و Q2B. يعني هسه شلون واحد يقول لي هاي شلون من جبتها؟ اقول له هاي اذا تتذكرون بالمواقع مو اخذتوا، اكو عندكم هيك مسألة يمكن جتكم، هذا هنا Q1 وهذا Q2 وهذا Q3. فيفترض الكيو الداخل هو نفس الكيو الخارج. يعني شنو؟ يعني الكيو 1 اذا اخذنا هذا المثال، الكيو 1 تساوي كيو 2 زائد كيو 3. زين؟ زين. فهنا الكفاءة شلون راح تصير اذا على هالرسم هذا؟ راح تصير الكيو 2 زائد الكيو 3 مقسومة على الكيو 1. يعني الخارج، هذا الخارج الاوتبوت، الخارج التصريف الخارج على التصريف شنو؟ الداخل، او التصريف النظري الى، او التصريف الفعلي الى التصريف النظري. صار واضح طلاب؟ هذا بالنسبة الى الكفاءة الحجمية، يسموها كفاءة حجمية. يعني شنو؟ نعم، اذا تصريف داخل هذا، او تصريف فعلي نسميه، على التصريف، العفو هذا بالعكس، اني كتبت لازم خارج اكتب، هذا التصريف الخارج او الفعلي احنا نسميه، على التصريف الداخل او نسميه النظري، مضروب في 100%. زين، تبقى شنو عندنا؟ الكفاءة من يقول لك مثلا خلينا نقول 90% بالمسائل لازم تحولها الى كسر عشري، يعني 0.9. يعني هاي 90 من يقول لك بالمية عند قسمها رأسا على 100، هاي انتم من تيم من عندها السالفة. زين، هاي بالنسبة للكفاءة الحجمية. نجي على الكفاءة الميكانيكية. الكفاءة الميكانيكية هي النسبة بين العزم النظري أو العزم الداخل إلى العزم الفعلي أو العزم الخارج لإدارة المضخة، وهي مؤشر على فواقد القدرة الناتجة من الاحتكاك داخل المضخة والمحرك. يعني شنو؟ الكفاءة الميكانيكية يرمزولها بالرمز هذا الايتا ام وهذا الايتا في. ايتا في يعني الكفاءة الحجمية، والايتا ام اللي هو الكفاءة الميكانيكية. العزم الخارج، هذا العزم الخارج اللي انا دا احصله بالفعل على العزم الداخل اللي هو عزم عمود ادارة المضخة. طبعا العزم ايضا راح يصير به فقد، فهنا من اقسم العزم الداخل على الخارج، راح العفو الخارج على الداخل، راح يعطيني الكفاءة الميكانيكية. عندنا كفاءة أخرى؟ نعم عندنا كفاءة أخرى يسموها الكفاءة الكلية، وهي شنو؟ حاصل قسمة القدرة الخارجية أو الفعلية على القدرة الداخلية أو النظرية. أي كفاءة؟ الخارج على الداخل. زين، هنا الكفاءة الكلية بها قانون ثاني أيضا، هو الكفاءة الحجمية في الكفاءة الميكانيكية. هذا بالنسبة إلى الكفاءات والقدرات. خلينا نجي على هذا المخطط، هذا طبعا مخطط لطيف يوضح لنا كل الحكي اللي هسه احنا حكيناه. يقول لك هنا أنت عندك الكتريكال باور، يعني قدرة كهربائية. القدرة الكهربائية هاي عندك input power، قدرة داخلة صارت. زين، يقول لك القدرة الداخلة شلون تنحسب؟ تنحسب بالقانون، يقول 2 باي ان تي. طبعا هاي هنا التي هو رامز لها بالرمز ام، لانه العزم بالانجليزي اما يرمزوا له يعني يلفظوه تورك، يعني اكو كلمتين معناها عزم، لو تورك لو مومنت، فهنا رامز لام بس هو يعني تي معناته نفس الشيء. زين، فهنا يقول لك بالمحرك نفسه اكو فواقد 5% طبعا عن طريق حراره او شيء تطلع الى الخارج، فاكو عندي فقد، هذا بعدني انا ما داخل المنظومه، بعدني بالمحرك، هاي 5% طارت. زين، بعدين من يوصل المضخه هم انا فاقد لي 10% عن طريق الاحزمه والبكرات، عن طريق بقيه اجزاء نقل الحركه، الحراره راحت 10%.
زين هاي قد صارت 15 صمامات ما صمامات انابيب ملتويه انابيب بها عكوسه ما ادري شنو هاي راحت ايش قد راحت 10% هاي 25 هاي بعدنا كل شيء ما مسوين احنا زين بالسلندر وبالمحرك بالسلندر هنا اعطيك 5% بالمحرك 10% يعني هنا الفقد اللي بالقدر اللي راح يصير راح يتراوح لي من 25 الى 30% لوسز اللي هي فواقد فواقد القدره الصافي الاوتبوت باور راح يكون من 70 الى 75% من ايش من القدره الكليه تلاحظ شلون فهاي دي فد شكل يوضح لك الفواقد اللي تصير داخل المنظومه الهيدروليكيه واللطيف بالموضوع مسوي لك مراجعه للقوانين يعني القوانين متبع لك اياها من اول ما محرك الكهربائي بعدين هاي محرك الكهربائي هنا بعدين قدره المائع نفسه الهيدروليك باور البي في الكيو بعدين قدره الاسطوانه مطيق قانونها وقدره المحرك الهيدروليكي مطيق قانونه ناخذ مثال بسيط حتى نشوف شلون راح نحل مساله اذا جتنا مساله يقول مضخه هيدروليكيه سرعتها 1800 دوره بالدقيقه يعني شنو 1800 دوره بالدقيقه طلاب المبسج الحضور خلي يسجل المبسج الحضور خلي يسجل 1800 دورة بالدقيقة يعني هذا شنو هو هسه بالضبط هذا الان بشكل عام انا اشجع الطلاب انه بنتقرا السؤال لو تكتب المعطيات على صفحة قبل ما تحل لو على الاقل خلي رموز فوق شو اسمه زين وكان الضغط المتولد داخل المنظومة 15 ميجا باسكال هذا شنو هذا البي سمول الضغط المتولد انا اخلي له هيك رقزه حتى يميز انه سمول زين ميجا باسكال وازاحه المضخه شنو هي كلش ممتاز الدي بي الديسبليسمنت اوف بامب اللي هي شنو ازاحه المضخه اي بمعنى الحجم الذي تصرفه المضخه لكن مو خلال وحده الزمن من الحجم اللي تصرفه المضخه خلال من اقول خلال وحده الزمن صار تصريف من اقول خلال الدوره الواحده صار شنو صار ازاحه المضخه زين والكفاءه الميكانيكيه اللي هي شنو ايتا ام 85% والكفاءه الحجميه ايتا في 85% ايضا المطلوب شنو المطلوب هو تصريف المضخه الفعلي بوحدات لتر على الدقيقه والقدرة على عمود إدارة المضخة يريدها بالكيلووات والعزم اللازم لإدارة المضخة يريده نيوتن في متر خلنا نجي على وحدة وحدة حتى لا نتخربط نجي على أول مطلوب هذا تصريف المضخة الفعلي التصريف شنو القانون اللي راح أقدر أطلع منه التصريف عندي لا تتذكرون قانون التصريف ما أدري شرحناه أو لا التصريف النظري يساوي displacement of pump ما تصرفه المضخة خلال دورة واحدة في الـ RPM مالته في ايش كم دورة بالدقيقة ايش كم دورة بالساعة ايش كم دورة بالثانية زين فهنا الـ displacement of pump 20.5 شنو هو سنتيمتر مكعب بالدورة هو شو يريده يريده لتر ها فالسنتيمتر مكعب شنو شلون احوله هو سنتيمتر مكعب هنا سنتيمتر مكعب هاي التحويل مالتي اللي علمت لكم اياه تخلي خط كسر تخلي السنتيمتر مكعب حتى تخلص منه تخلي هو اذا بالمقام تخليه بالبسط اذا بالبسط تخليه بالمقام حتى يختصر الوحده الاخرى هذا وين خليته السنتيمتر مكعب عكسه يصير اللتر راح يصير هنا زين واحد لتر يساوي 1000 سنتيمتر مكعب فراح يصير عمليه قسمه 20.5 على 1000 هاي تحول الى لتر مضروبه في ال 1800 RPM يحتاج احولها RPS او RPH يعني ليش ما يحتاج لان انا ما قايل لي اريدها لتر بالثانية او لتر بالساعة فتبقى RPM اللي هي لتر بالدقيقة ما عندي اي تحويل بها حاصل الضرب بس حتى انا مرات الارقام قد تكون بها خطأ بس خلي اتأكد لكم من عندها او اذا تريدون انتم تساعدوني هم تتأكدون بعد احسن حتى اذا اكو شيء خطأ هسه معدله 20.5 مضروبة في 1800 ومقسومة على 1000
36.9 لتر بالدقيقة. هذا بالنسبة للتصريف النظري. هو شي يريد؟ هو يريد الفعلي. زين الفعلي شو اسوي له؟ الفعلي الكفاءة الحجمية شو تساوي؟ مو قلنا التصريف الداخل على الخارج؟ هاي الكفاءة الحجمية شو تساوي؟ التصريف الداخل اللي هو سميناه actual الفعلي، العفو الخارج، على التصريف الداخل اللي هو theoretical النظري. زين اذا انا اريد الفعلي فبالتاكيد هو الكفاءه مضروبه في التصريف النظري اللي انا هسه استخرجته قبل قليل. فمن اضرب ال QTH اللي هو التصريف النظري او التصريف الداخل سميه ما شئت، زين اضربه في الكفاءه راح يطلع لي التصريف الفعلي. هنا التصريف الفعلي دائما دائما يكون لازم اقل من التصريف النظري. هاي الشغله منتهي معها، اي شيء خارج هو دائما اقل من الداخل. ما ممكن انه انت تعطي كتله يعني، او اذا تصريفه هو خلاف قانون حفظ الكتله، زين، واذا طاقه داخله وخارجه فهو خلاف قانون حفظ الطاقه. فاي شيء خارج ها ما طول اكو فواقد، لازم الخارج اقل من الداخل، فتطلع عندك الكفاءه هي اقل من 100%. زين قول هنا طلعنا التصريف، طلع 31.37 لتر بالدقيقة بعد ما ضربناها بالكفاءة اللي هي طبعا تتحول إلى كسر عشري اللي هي 0.85%. بهالشكل هذا أطبقها، أو تريد تطبقها 85 خط كسر 100 هم تشتغل كلش ممتاز. هذا أول مطلب خلصنا من عنده. نجي على المطلب الثاني. المطلب الثاني شي يقول؟ يقول يابا أنا هسه أريدك تحسب لي القدرة على عمود إدارة المضخة. يعني شنو معناتها؟ يعني إيش قد أحتاج قدرة على عمود إدارة المضخة حتى شنو؟ حتى تدور لي هاي تنجز لي هذا العمل. فهنا شنو عندي؟ هنا عندي أول شيء القدرة على عمود إدارة المضخة. طبعا هسه واحد إيش يقول لي؟ يقول لي سهلة، هذا الـ PI، فد لحظة، هذا الـ PI عندي قانون، شي يقول بي اي شو يساوي؟ 2 باي ان تي على 60. هذا اسهل من كلش ممتاز. هنا راح تصدم بحاجز وهو حازم ما منطيك بالسؤال، فاذا راح ما عندك معطيات طلع من هالعزم، فاذا راح تلجأ شنو؟ الى قانون اخر. زين واحد يسال عندي قانون اخر للبي اي؟ ها شو يقول قانون الكفاءه الكليه؟ ها الكفاءة الكلية هاي الايتا توتال تساوي القدرة، قدرة الداخلة اللي هي قدرة المائع نفسها على شنو؟ على قدرة، على القدرة، العفو، القدرة الداخلة هي البي اي، على القدرة الخارجية هي قدرة المائع. زين فإذا قدرة المائع أقدر، نعم اي هو قدرة المائع، قدرة المائع هي الخارجية والبي اي هي الداخلة. زين هنا الـ PF ما مطينيها، لكن اكو اقدر استخرجها لو ما اقدر. هسه هنا شوف هذا السؤال، هنا صار لي هنا الـ PI بعد ما رتبت هاي المعادلة، هاي جبتها هنا وهاي جبتها هنا، راح يصير الـ PI هنا، انتبهوا لي، الـ PI يساوي الـ PF على الـ Eta T. زين Eta T خوب معروفة، حاصل ضرب قلنا كلش ممتاز. الـ Eta T شو يساوي؟ الكفاءة الحجمية في الكفاءة الميكانيكية. إذن هاي 85% في 85%. نجي على البسط، الـ PF عندي ما عندي، لكن شنو أقدر أستخرجها؟ شلون أستخرجها؟ Q في الـ P منطيني الضغط، وكان الضغط المتولد داخل المنظومة بالضبط 15 ميجا باسكال. إذن منطيني الضغط. التصريف أنا استخرجته قبل شوية، إذن أجي بس أطبق هاي الـ PF هي عبارة عن Q في P. الـ Q هذا بعد ما حولته طبعا لللتر، هذا تحويل مال Q، والـ P هو هذا الـ 15. العفو فد لحظة، هاي بس لاحظوا لي، هاي هذا التحويل كله مال ايش؟ مال التصريف، وهذا شنو؟ هذا الضغط. التصريف طبعا هو منطيني لتر بالدقيقة، بس هنا بالقانون مال القدرة ما راح اقدر استخدم لتر بالدقيقة، ححوله وين؟ احوله الى متر مكعب بالثانية، فتحويلين عندي.
عندي تحويل احول اللتر الى متر مكعب، هذا التحويل الاول هنا، هذا التحويل الاول، وعندي تحويل اخر هو تحويل الدقيقه الى ثانيه، التحويل الثاني، هذا خلاص التصريف. الضغط نحوله من ميجا باسكال الى باسكال. هسه واحد يقول لي ليش؟ اقول له مو هنا شو يريد من عندي؟ يريد استخرج له القدره بالكيلووات. فش احتاج انا؟ يعني احتاج استخرجها بالواط وبعدين احولها كيلو باسكال، احولها كيلو واط، استخرجها بالواط كيلو واط، او استخدم نعم هو 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 هسه انا جايك. فانت اما تحولها باسكال وبعدين هم ترد تضربها بالف، واما هو هذا الضغط ميجا باسكال حوله للكيلو باسكال، يعني هذا سوي كيلو باسكال، عفوا كيلو باسكال. فاني شو مسوي هنا؟ صاير ذكي، شو مسوي؟ محوله باسكال بعدين مرجعه كيلو، يعني واط بعدين مسوي كيلو واط، فالحل هي الصحيحه. لا لا ليش للبار؟ مو اذا تحولي للبار لازم شو اسمه تخلي المعامل تحويل اخر. لا لا البار البار في 10 اس 5 والله صدقيني والله تني احلف لك احلف لك والله. عيني خلي اقول لكم شغله، خلي اقول لكم شغله، الالف الباسكال يعني الف باسكال هذا كيلو، خلني نكتبها هيك ما طول اثرتوا هاي النقطه، ال 10 اس 3 هذا كيلو، ال 10 اس 6 هاي ميجا، ال 10 اس 5 اللي هي طبعا بس بالضغط يعني ما موجوده بغير وحدات، 10 اس 5 هي بار، 10 اس 5 شنو؟ 10 اس 5 باسكال هي بار. فانت من عندك مثلا كذا بار تريد تحولها للباسكال تضربها في 10 اس 5، صار واضح؟ او بمعنى اخر، بمعنى اخر نقدر شو نقول؟ نقدر نقول كل 10 بار تساوي لي 1 ميجا باسكال، مو صحيح؟ يعني هنا هنا اذا 10 اس 6 باسكال وهنا 10 اس 5 يصير 10، هذا هنا يصير ميجا باسكال وهذا يصير بار، مو صحيح هيجي؟ فال 10 بار هي 1 ميجا باسكال. زين هاي خلصنا من عزها، بعد نمسحها حتى تصير هوسه. زين طلع هسه شنو حصلت القدره على عمود اداره المضخه بيش بالكيلو واط، حول واط حولته كيلو واط او تريد راسا انت كيف كم شيء اريده بهالوحدات. زين هسه اخر شيء شو يطلب مني؟ يطلب العزم اللازم لاداره المضخه. اني من عرفت القدره ايش قد وعندي الان اللي هو 1800 بعد بسهوله راح اقدر استخرج التي، مو صحيح؟ فراح استخرج التي بهالطريقه هاي، اضرب هذا بالباسكال في 60 على يعني ارتب المعادله بحيث تطلع لي نيوتن في متر، اذا هنا استخدمت كيلو واط راح يطلع لي كيلو نيوتن في متر، بس خلينا نتاكد من الارقام اذا تقدرون يعني وياي حتى بس نتاكد من الارقام. قصدك البي اي؟ اي لا هذيك صحيحة، الكيو اكتوال صحيحة، بس ال احكي على وراها هاي ال هاي القطار الموجود اللي جوا. اي اي ام البي اي هاي التحويلات هواي. لا مقسم، انا ابدا احسب هسه بالحاسبة وياكم بس شوف تأكد يطلع 10854 مضبوط، بوينت فتكسر معين مو مشكلة. زين هسه هنا شنو عندنا؟ عندنا هذا الرقم اللي طلع نضربه في 60 ونقسمه على 2 باي سدنا شو اسمه هاي اللي يسموها نسيت اسمها، يسموها
السماعة ملاقطة 1800 زين 57 هذا هم صحيح إذا مضبوط 57.58 نيوتن في متر. هذا السؤال انتهى. لهنا أكو سؤال طلاب أكو سؤال استفسار. أهم شيء الوحدات تكون متجانسة مثل ما هو يريد يطلبها من عندك. زين هذا مثال آخر. تفضل. اي الدفع مالتها 2 هي 3 حصان. اي فاذا اخلي اسوي منها مربعات 2 انج بانج. اي هذا ياثر عليها راتين حناتي يعني بزاويه 90 درجه. اي طبعا ما راح تقدر تحصل يعني هي اذا الصافي اذا هي النظري مالتها 2 انج فما راح تعطيك 2 صافي. لا ما يسبب عليه حمل زايد بس يعني التصريف اللي راح يطلع عندك راح يكون اقل يعني يفترض. لا 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 ماس لا لا ما عليها شيء. يعني انت كن تخلي ببالك انه المضخه من تستخدمها لازم انت الشيء اللي راح يعني تخلي في بالك انه ما راح تعطيك نفس الشيء يعني راح تعطيك اقل شويه. هذا المطلوب. طبعا اي طبعا هو هذا المقصود. والله اتصور يعني اتصور ماكو تاثير يعني سلبي عليها. واذا تريد هم استفسر يعني ربما انا قد اكون يعني وجهه نظري خاطئه يعني. ما يسبب الحمل بس مجرد تخفيض بالضغط يعني تخفيض بالضغط يكون مو حمل اضافي. اهم شيء هو استاذ الحمل يعني ما دام ما عليها حمل هاي اي ما عليها. نعم نعم اهلا وسهلا. زين نجي طلاب مثال اخر يقول منظومه هيدروليكيه تحتوي على مضخه ترسيه تعمل بسرعة 2200 دورة. إذا هنا عندنا هذا الطان الان انطان الان هذا الان وتتطلب قدرة مقدارها 10.7 كيلو وات. يعني شنو تتطلب قدرة 10.7 كيلو وات؟ هاي شنو شرمز لها؟ هاي من يقول لك تتطلب يعني القدرة مال الداخل البي اي يعني هل قد أنا أحتاج ويا الفواقد هل قد أحتاج. إذن البي آي وكان الضغط المتولد داخل منظومة 10 ميجا باسكال هاي انطاك البي سمول والكفاءة الميكانيكية للمضخة تساوي طبعا هاي الايتا ام وهاي الايتا في. يريد منك تصريف هنا ما مدى يحسب لك قدرات دا يحسب لك تصريف. خلينا نشوف شلون راح نجي نحسب. يريد تصريف المضخة الفعلي لتر بالدقيقة، تصريف المضخة النظري لتر بالدقيقة، ويريد إزاحة المضخة. يعني شو يريد؟ يريد الكيو تي اتش ويريد الكيو اي سي تي اللي هي اكتوال ويريد الدي بي. زين نجي على الكيو. هسه هاي المعطيات الموجودة أمامكم شنو من خلاله نقدر نحسب الكيو؟ ما عندنا فقط عندنا منطينا سرعة الان ومنطينا قدرة ومنطينا ضغط وكفاءات. فنجي نشوف عندنا نشلب بقشاية اللي هي شنو الكيو اكتوال بها قانون هو قانون قدرة المائع البي اف التصريف في شنو في الضغط. زين ضغط منطيني قدرة مائع ما منطيني لكن ايش منطيني كلش ممتاز منطيني كفاءة اللي هي الكلية حاصل ضرب ذني حاصل ضرب هنطين كفاءة الكلية الايتا تي ومنطيني البي اي فاقدر منها شو استخرج؟ استخرج البي اف ومن البي اف اقدر استخرج الكيو اكتوال. فهنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الكيو اكتوال هذا يساوي طبعا هنا القانون اكتبه البي اف تساوي الكيو اكتوال في البي. الكيو اكتوال شو تساوي بعد ترتيب المعادله؟ البي اف هاي اجيب البي جواها صارت بهالطريقه هاي
زين ال بي اي ال بي اف ما موجوده عندي، لكن منطيني ال بي اي ومنطيني الايتا تي بشكل ضمني، حاصل ضرب الكفاءه الكليه الميكانيكيه في الحجميه. زين اذا هنا شنو عندي؟ ال بي اي 10.7 اضربتها في الف حتى احولها الى واط، يعني هو مطينيها بالكيلو واط. زين هنا عندي الكفاءه الكليه حاصل ضرب الكفاءه الحجميه في الكفاءة الميكانيكية، حاصل ضربهم، وهذا عندي الـ PI، وهذا الضغط الـ P small 10 × 10^6. ليش؟ لأنه 10 ميجا باسكال، الميجا هي 10^6، فعشرة في 10^6 يعني 10^7 صار. زين بعد هذا الشيء راح يطلع لي، بعد ما صفي المعادلة مالتي راح يطلع لي الناتج 36 لتر بالدقيقة. طبعا هو ايش طلع لي؟ طلع لي متر مكعب بالثانية. فالمتر هو شي يريد لتر، فالمتر المكعب حولته شنو؟ حولته لتر، والثانية ايش حولتها؟ حولتها دقيقة. هو شو صارت؟ هذا اول مطلب التصريف الفعلي. زين التصريف الفعلي نعرف، اقدر اعرف ان التصريف النظري؟ نعم، عندي قانون شي يقول؟ يقول كيو تي الكيو، العفو مو الكيو، الايتا في تساوي الكيو اي اكتوال على الكيو ثيورتيكال. هذا قانون. فاني شو احتاج؟ اني هذا عندي موجود وهذا عندي موجود، فقط هذا هو عندي المجهول. ارتب معادلتي بهالشكل، هذا الكيو تي اتش تساوي الكيو اكتوال مقسومه على الايتا في اللي هي الكفاءه الحجميه. طلع لي ايش قد التصريف النظري؟ هو بالعادة لازم شي يصير يكون أكبر من التصريف الفعلي. زين بعد هذا المطلب الثاني، الأول خلاص، الثاني خلاص، بقى الدي بي. دي بي قانونه بسيط، الـ QTH يساوي لي، يساوي لي الـ DP مضروبة في الـ N. الـ DP أنا أريده، الـ QTH هذا موجود، الـ N موجود، فقط عندي الـ DP راح يكون هو المجهول. فأرتب المعادلة بهالشكل، هذا الـ DP راح يساوي لي QTH مقسوم على الـ N، وبالتالي راح أحصل على لتر لكل دورة، لتر لكل دورة. هذا السؤال يعني أيضا هو بي فكرة، الفكرة مالته أنه شلون تحسب الـ Q Actual من خلال قانون قدرة المائع اللي هو هذا أشرت إليه أنا بالبداية. المثال الأخير حتى نختم المحاضرة، يقول منظومة هيدروليكية تحتوي على مضخة مكبسية محورية، هاي حكي جرايد، إزاحتها 25 سنتيمتر مكعب. يعني شنو إزاحتها؟ معناتها الدي بي، إزاحة المضخة أو displacement of pump، تعمل بسرعة 2100 دورة بالدقيقة اللي هي شنو؟ الآن وكان الضغط المتولد داخل المنظومة 100 بار اللي هي البي سمول. هنا هذا شوف، هنا عندنا 100 بار، والكفاءة الميكانيكية للمضخة تساوي، طبعا الكفاءة الميكانيكية هنا الـ ايتا ام، والكفاءة الحجمية ايتا في. يريد تصريف المضخة النظري وتصريف الفعلي والعزم اللازم، عبالك انا جراندايزر كلهم ذني يريدها من عندي. ماشي نجيها واحدة واحدة، نحن لها. تصريف المضخة النظري، تصريف المضخة النظري، خلينا نشوف شو المعطيات الموجودة. عندنا قانون بسيط انه الـ QTH تساوي الـ DP في الـ N، الـ DP موجودة 25 سنتيمتر مكعب للدورة، والـ N موجودة 2100 دورة بالدقيقة. هو شو يريدها باللتر؟ إذا فقط السنتيمتر المكعب راح أحوله وين؟ أحوله إلى لتر بهالتحويلة هاي، حولته إلى لتر، هذا من هو الـ DP. وايضا احتاج تحويله ثانيه، لانه هو شريتها بالساعه، فعندي هنا منت دقيقه، فالدقيقه احولها الى شنو؟ الى ساعه. هاي انحل، هذا اول مطلب محلول انحل. زين نجي على المطلب اللي وراه، الفعلي بعد ابسط من النظري. ليش؟ لان النظري معلوم والكفاءه الحجميه موجوده، هذا طلع عندي التصريف النظري. زين نجي على العزم، العزم بفت قانون، يمكن أنا ما كتبت لكم إياه، هذا القانون حفظوه طلاب، هذا القانون مهم، هذا العزم اللي هو عبارة عن، إحنا مو قلنا القدرة، قدرة المائع الـ P في الـ Q، عندنا قدرة المائع
هذا سجلوه يمكم ال P في ال Q، مو صحيح؟ العزم هو ال P، ال P أقصد بهذا ال small يعني ال P في ال displacement of pump، هذا العزم في إزاحة المضخة وليس في تصريف المضخة. زين، فهنا أدي هذا القانون اللي هو شنو؟ الميت بار هو الضغط، هو شو يريد؟ العزم اللازم. العزم اللازم أنا ليش قسمت على الكفاءة هنا؟ يريد العزم اللازم يعني العزم النظري الداخل input، فأقسم على الكفاءة. لو أريد الأوتبوت أضرب في الكفاءة. زين، فهنا ال P هو 100 بار، لكن أني هو شو يريد؟ نيوتن في متر، فلازم أحول البار إلى باسكال، لأن الباسكال شنو هو؟ عبارة عن شنو؟ عبارة عن نيوتن على المتر المربع، فهو يريد مني متر، نيوتن متر، إذا هذا لازم أحوله. شلون حولته إلى بار؟ إذا سمعوني هسه قبل شوي حكينا عليها، في 10^5 الواحد بار يساوي 10^5 باسكال، هذا التحويل مال البار. زين، هذا بالنسبة للضغط. بالنسبة إلى التصريف، العفو الديسبليسمنت اللي هي الإزاحة، 25 سنتيمتر مكعب بالدقيقة، لازم أيضا أحولها إلى متر مكعب. ليش؟ إن هو يريد نيوتن في متر، فلازم أحول سنتيمتر المكعب إلى متر مكعب، أحوله أقسم على الكفاءة، طلع عندي العزم اللازم لإدارة المضخة. بس خلينا نتأكد من الأرقام. خمسة وتسعين، صحيح. إيه، هنا لازم، صح، هنا غلطان، لازم يقسم على 85، مو صحيح، على 85 لازم يقسم. ممتاز، شكرا. نعم شكرا الملاحظة. هاي هنا 85 يصير. بس خلينا نشوف الناتج. يطلع عندنا 100 في 10^5 مضروب في 25 مقسوم على 0.85 مضروبة في 10^6 يطلع 294. هذا 125، يطلع هذا الرقم، يطلع 294، يعني بوينت كذا، فهذا رقم هيجي أو 8 نيوتن في متر، هذا العزم الموجود. احنا شي نضرب في ايش قد؟ في 9 هنا 95، هذا الرقم الخطأ، هذا الإنسان مسحته ناتج عن هذا الكفاءة، كيف مستخدم الكفاءة الحجمية بدل الميكانيكية. زين، طلعنا العزم. بعد شي يريد القدرة اللازمة لإدارة المضخة بيا وحدات، بوحدات الحصان، ويريد قدرة الماء. خلينا نشوف شلون راح نحسبها. الـ PI هو عدة قانون، شي يقول الـ PI تساوي 2 pi TN أو MT على 60. الـ 2 pi هاي نعرفها، الـ T طبعا هاي قد طلعناها احنا، ايش قد طلعناها قبل شوية؟ يا بد ساعدونا شوية اخو، ما يصير هيجي، قفلوها علينا. 294 ساخر شي طلعون، عافوني وانا باقي واحد ذاتي. 294 هنا 2200 هاي صحيحة على 60 طلعت لي. طبعا هذا الرقم راح يطلع ايضا ب يعني مضروب، طلاب وياي لو فصلنا كلش ممتاز. 294 في مضروب، ماشي مضروبة في 2100 مقسومة على 60 يطلع هنا 64000. بس هم تأكدوا من عد الناتج، هنا يطلع 64000. طبعا هنا 6 5 4، اذا نقربها يطلع هذا واط.
من نريد حاول هذا هم ايضا راح يتغير عندنا، يطلع 6 4 6 5 4 مضروب هنا نحوله الى حصان، هو يريده بالحصان، فنقسمه على 746 واط، راح يطلع لي 7. طبعا هنا ما يطلع 77، يطلع عندي تقسيم 7 4 6 راح يطلع هنا 88. شوف هاي بس غلطنا بالكفاءة، شوف الفرق ايش قد طلع عندنا، 6 7 احصان. زين هسه شنو اخر مطلب؟ يريد قدرة الماع، قدرة الماع اللي هي البي اف تساوي الكيو في البي. الكيو استخرجناها مو صحيح قبل شوية هذا، بس شنو هنا؟ يريدها بالحصان، فلازم شو اسوي؟ احولها للواط، ومن الواط احولها للحصان. فالواط الواط شنو هو؟ هو نيوتن في متر على الثانية. ما ادري والله انا هسه انت الباي شو استخدمت؟ 3.14؟ لا ما انا الباي اخذتها مال حاسبة يعني كاملة، يعني بالضبط يعني 3 بوينت وغراها فد 15 رقم. اي يعني قريب قريب مو صحيح؟ اي يعني قريب كلش قريب. لا لا 64000، يعني انت 64000 من فد فرق هيك بالعشرات، مو فد يعني احنا عندنا مرتبه شو اسمه عشرات الالاف، اذا بالعشرات عندنا فد فرق مو فد شيء. زين هنا هي عاده ثاني تنجي من التقريب. زين فهنا ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا اللتر لازم احوله الى متر. زين عيني هذا اللتر احوله الى متر، فهنا هاي حولت اللتر الى متر، وعندي الساعه لازم احولها الى شنو؟ الى ثانيه. هذا هنا حولت الساعه الى ثانيه، وهذا شنو بعد هنا 10 اس 7 ها هذا ال 100 بار هي 10 اس 7، يعني التحويل مال 100 بار يساوي 10 اس 7 باسكال. فاخر شيء يطلع لي الناتج بالواط، انا شريده بالحصان، فايضا راح احوله بهالطريقه هاي راح يتحول لي بالحصان يصير 11.14. هسه واحد قاعد يسال يقول لي زين اني هنا البي اف طلع لي 11.14 والبي اي طلع لي 88 وكسر. هنا اكو فد التفاته لطيفه بهذا السؤال، منو يقدر يقول لي شنو يعني هنا هالفرق هذا الكبير بالقدره؟ هل هو صحيح ام خطا؟ وين الخطا اذا كان خطا؟ يعني هذا الرقم، هذا الرقم 88 هورس باور، هنا 11 هورس باور، قدرة الماع اللي انا احتاجها 11 هورس باور، بس انا المضخة جايفة ايش قلت؟ 88 حصان. هنا برأيكم هاي الشغلة عملية انه انا اجيب مضخة مثلا 8 مرات بقد القدرة اللي احتاجها؟ ها هنا هنا من تحسب الكفاءة، الكفاءة الكلية ايش قد راح تطلع عندك؟ تطلع كلش اي تطلع كلش قليله، ثمن تقريبا، يعني ثمن شوف 1 على 8 ايش قد تقسمه؟ ايش قد تطلع بال خليها 88 يطلع 12%. معناته شنو؟ معناته انت هاي يعني انت كمهندس وصوك قالوا لك يابا عندنا منظومه اشتري لها مضخه وجيبها. فانت شو تسوي حساباتك؟ تحسب، تحسب قدرة الماع ايش قد، قدرة البستم ايش قد، بحيث تحسب القدرة اللي تحتاجها تجيب مضخة بحيث تغطي لك القدرة المطلوبة وشوية اكثر زيادة، زيادة مو هواية يعني زيادة خلينا نقول فد 20% زيادة على قد بس الفواقد. اما انت تجيب لي مثلا مضخة بهالضخامة هاي على مود تشغل لي هالمنظومة، هو مو غلط، مو غلط راح تشتغل المنظومة، لكن انت راح يكون كأنما شلون جاي فد اقتصادية. بالضبط اعطيك مثال ابسط، هسه انت كطالب او كاستاذ او اي شيء تريد انت يعني حركتك داخل بغداد، تروح للكلية ترجع من الكلية تروح تتسوق هالامور هاي، يعني شنو يعني داخل بغداد تشتغل شغلك كله داخل بغداد. زين واكو شخص اخر شغله محافظات، شغله محافظات،
زين دائما نشوف اللي شغله داخل بغداد ويفتر دائما شو يشتري؟ ما يشتري سيارة محركها كبير. زين ليش؟ انه اول شيء انت بالازدحام لو تشتري مثلا تشارجر محركها 3000 مثلا، خلينا نقول، او 3600. زين هذا المحرك بداخل بغداد وبالازدحامات هو بقدرة جدا عالية، بس انت هل راح تستثمره بشكل كامل داخل بغداد بالطرق هاي؟ ما راح تستثمره، هيك مجرد بس حرق بنزين وها هي. زين اما بالمحافظات، من تطلع محافظات وطريق سريع، لا والله تحتاج سياره محركها كبير، وحتى شنو تعطيك سرعه عاليه، وانت تقدر تستفاد من هاي القدره. فانت من تشتري محرك كبير داخل المحافظه، داخل بغداد خلينا نقول، ما راح تستفاد من عده شيء، راح مجرد وقود وده يحترق وهاي، صح لو خطا؟ فهذا نفس المبدا، يعني انت من تجيب فد قدره عاليه، هو مو ما راح تشتغل، راح تشتغل بالعكس ما بها اي شيء، لكن هيك مجرد قدره بدها تحترق هدر، يعني ما عندي مدى استفاد من عندها. هذا المقصود. لهنا طلاب اكو سؤال استفسار؟ حتى ننهي محاضرتنا لهذا اليوم، ونلتقاكم ان شاء الله في محاضرات اخرى.